هل سبق لكم أن لاحظتم أن السفن البحرية الأمريكية حمراء اللون تحت خط الماء؟ نعم، لقد كان يتم طلاء الجزء السفلي من هيكل السفن الأمريكية بالطلاء الأحمر، لكن ما السبب وراء ذلك؟ خلال الحرب العالمية الثانية انطلقت السفن البحرية الأمريكية تجوب أصقاع البحار والمحيطات للدفاع عن بلادها وحمايتها، لكنهم كانوا دائما يواجهون عدوا لم يكن في الحسبان، عدوا يهدد سرعتهم ويبطئ تحركهم. إنها كائنات بحرية دقيقة، ديدان وأعشاب، كانت تلتصق بهيكل السفن من الأسفل وتتشبث بها حتى تتراكم وتشكل طبقة سميكة تعرف باسم الحشف الحيوي، والتي تتسبب بحدوث سحب كبير إلى الأسفل وبالتالي إبطاء سرعة السفينة والمناورة في ذات المكان، الأمر الذي سهل للعدو قصفها وإغراق الكثير منها، وفقا لقناة YVMA Productions. فكان لابد آنذاك لصناع السفن من القيام بشيء ما لتحسين فرص السفن بالنجاة، فبدأوا بطلاء السفن الخشبية بالقطران، لكنه سيف ذو حدين، إذ جعل السفن شديدة الاشتعال، ولمكافحة ذلك بدأوا باستخدام أكاسيد النحاس ذي اللون الأحمر كطلاء عازل بين هيكل السفينة والكائنات البحرية، والتي عملت بشكل جيد مضاد لالتصاق الكائنات البحرية. لكن مع التحول للسفن الحديدية والفولاذية أصبح استخدام النحاس أقل فاعلية، فكان البديل طلاء الرصاص الأحمر الذي كان فعالا للغاية في منع نمو الكائنات البحرية على السفن لشدة سميته. لقد كان بمثابة مبيد حيوي، حيث اختبرت فعاليته خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت السفن في حالة استخدام مستمر، وثبت أن طلاء الرصاص عامل حاسم في نجاة السفن، إذ ساعد في مقاومة السفن لهجمات العدو مغيرا من قواعد اللعبة لصالح البحرية الأمريكية. واستمر استخدامه إلى حقبة الحرب الباردة، لكن مع تزايد المخاوف بشأن التأثير البيئي وأضرار طلاء الرصاص السام على المياه وعلى البحار الذين يستنشقون أبخرته المتسربة في الهواء، بدأ في السبعينات التخلص منه تدريجيا لصالح دهانات صديقة للبيئة. واليوم ومع تطور العلم أصبح بالإمكان صناعة الطبقات الحامية بأي لون، غير أنه غالبا ما يتم طلاء السفن باللون الأحمر للحفاظ على التقليد البحري.